قل ابن الروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. نلتقي مع القديس كيرلس الكبير في تفسير الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير الإصحاح التاسع العظة 49 بعنوان مسيح الله. فيها القديس كيرلس بيفسر الأعداد من 18 ل 22. وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه فسألهم قائلين: من تقول الجموع إني أنا؟ فأجابوا وقالوا: يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون أن نبيا من القدماء قد قام. فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال: مسيح الله. فانتهرهم وأوصى أن لا يقولوا ذلك لأحد، قائلا: إنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. حسنا أن ننادي على أولئك الذين يريدون أن يفتشوا الكتب المقدسة قائلين لهم: قوموا واستيقظوا، لأنه من المستحيل أن ندرك معنى سر المسيح بالضبط إن كنا نستعمل لهذا الغرض عقلا فاسدا وذهنا كما لو كان غارقا في النوم. فالأمر يحتاج بالحري إلى عقل يقظ وبصيرة ثاقبة، لأن الموضوع يصعب فهمه إلى أقصى درجة. وهذا ما يتضح الآن حينما وصل حديثنا إلى شرح هذا المقطع الذي أمامنا، لأنه ماذا يقول البشير؟ وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه فسألهم قائلا: من تقول الجموع إني أنا؟ والآن فإن أول شيء يجب أن نبحث عنه هو: ما الذي جعل ربنا يسوع المسيح يوجه هذا السؤال أو الاستفسار إلى الرسل القديسين؟ فلا كلمة من كلماته ولا عمل من أعماله تكون في وقت غير ملائم أو بدون سبب مناسب، بل بالحري هو يعمل كل الأشياء بحكمة وفي حينها. لذلك فماذا نقول؟ وأي شرح مناسب نجده لأعماله الحاضرة؟ لقد أطعم جمعا كبيرا من 5000 رجل في البرية، وكيف أطعمهم؟ بخمس خبزات، وكسر معهم سمكتين إلى أجزاء صغيرة، وهذه تكاثرت جدا من لا شيء، حتى إنهم رفعوا 12 كفة من الكسر المتبقية. لذلك فالتلاميذ المباركون والجموع أيضا دهشوا ورأوا بواسطة المعجزة التي أجريت إنه حقا هو ابن هو الله وابن الله. وفيما بعد حينما انصرف من الجموع وكان هو على انفراد وكان منشغلا بالصلاة، وفي هذا أيضا يجعل نفسه مثالا لنا، أو بالحري يعلم التلاميذ كيف يؤدون بكفاءة واجب وظيفتهم كمعلمين، لأني أعتقد أن هذا هو واجب أولئك الذين يقامون لرعاية الشعب، والذين نصيبهم أن يرشدوا قطعان المسيح، أن يشغلوا أنفسهم على الدوام بعملهم الضروري، وبحرية يمارسون تلك الأمور التي يسر بها الله جداً، أي سلوك القداسة والفضيلة الذي ينال إعجابا عظيما، وهو بالتأكيد ينفع الشعب الذي تحت إشرافهم، لأنهم ينبغي إما أن ينشغلوا بنشاط في تلك الواجبات التي لمجد الله، أو إنهم في خلوتهم يحضرون لهم بركة ويستنزلون عليهم قوة من الأعالي، وواحدة من هذه الأخيرة وهي الممتازة جدا فوق الكل في الصلاة، والتي عرفها بولس الإلهي فقال: صلوا بلا انقطاع. قديس كيرلس في الفقرتين اللي فاتوا دول بيقول إن عشان الإنسان يفهم سر المسيح اللي هو سر تجسد ربنا يسوع المسيح، وإن هو إله وخد لنفسه جسد إنساني، عشان الإنسان يفهم ده لازم يبقى عقله مستيقظ مش ذهن غارق في النوم. وبيقول إن ليه ربنا يسوع المسيح سأل التلاميذ السؤال ده؟ ليه قال لهم من يقول الجموع إني أنا؟ قديس كيرلس بيقول إن مفيش عمل ربنا يسوع عمله هو مش لصالح التلاميذ، ومش
مفيد أو مش نافع، لا كل حاجة ربنا يسوع عملها هي نافعة ومفيدة. وبيقول إنه بعد ما ربنا يسوع أشبع الجموع راح وصلى صلاة طويلة، وهو بالصلاة دي بيعلمنا وبالأخص المعلمين والخدام والآباء إن هم يكونوا منشغلين بالصلاة في كل وقت، لأن ده الواجب الأول اللي هم ممكن يخدموا بيه الخدمة المقدسة اللي دعيوا إليها. ده تعليم هام وضروري لينا. بيكمل القديس كرولوس ويقول: وكما قلت حينئذ فإن رب ومخلص الكل جعل نفسه مثالا للتلاميذ في سيرة القداسة بصلاته على انفراد مصطحبا إياهم وحدهم فقط معه، ولكن عمله هذا ربما يسبب ارتباكا للتلاميذ ويولد فيهم أفكارا خطرة، لأنهم رأوه يصلي بطريقة بشرية وهو الذي نظروه بالأمس يعمل معجزات تليق بالله. لذلك فلا يكون بلا سبب لو إنهم قالوا فيما بينهم: آه إنه سلوك غريب، ماذا ينبغي أن نعتبره، إلها أم إنسانا؟ فإن قلنا إنسان ومثل واحد منا، أي مثل أحد الأنبياء القديسين، فإننا نرى من معجزاته الفائقة الوصف التي يعملها إنه يعلو على حدود الطبيعة البشرية علوا كبيرا، لأنه يعمل عجائب بطريقة متنوعة كإله. وإن قلنا هو الله، فبالتأكيد كونه يصلي فهذا لا يناسب من هو الله بالطبيعة، لأن من هو الذي يستطيع الله أن يسأل منه ما يريد أن يناله، وما هو الذي يمكن أن يكون الله في حاجة إليه؟ هنا القديس كرولوس بيشرح ليه ربنا يسوع سأل التلاميذ السؤال ده، عشان التلاميذ لما شافوا ربنا يسوع بيصلي ممكن جدا في نفوسهم يسألوا ويقولوا: إحنا متحيرين في أمر هذا الإنسان، هو الله اللي صنع المعجزة بتاعت إشباع الجموع امبارح، ولا هو إنسان ضعيف محتاج إن هو يصلي؟ وهو ده المقصود بسر المسيح، إن المسيح هو الله الكلمة المتجسد، وهو الإنسان ربنا يسوع المسيح، الإله الكامل والإنسان الكامل. هنا القديس كرولوس بيشرح المعنى ده، وعشان كده ابتدى العظة بالكلام عن سر المسيح. لو قالوا ان هو انسان، طب ازاي عمل المعجزات العظيمه؟ ولو قالوا ان هو اله، اله، طيب ازاي هو بيصلي؟ هو في اله بيطلب من منين؟ من مين؟ مين اعظم من الاله عشان يطلب منه اي احتياج؟ كمل ويقول: لذلك فلكي يطرد مثل هذه الافكار المربكه، ولكي يهدئ ايمانه الذي كما لو كانت تتقاذفه العاصفه، فانه يسالهم هذا السؤال ليس كمن يجهل كليا ما كان يشاع عنه عموما، سواء من أولئك الذين لا ينتمون إلى مجمع اليهود أو من الإسرائيليين أنفسهم، بل كان هدفه بالحري أن ينقذهم من طريقة التفكير العامة ويزرع فيهم إيمانا صحيحا. لذلك سألهم: من تقول الجموع إني أنا؟ ها أنت ترى مهارة السؤال، هو لم يقل مباشرة من تقول إني أنا، ولكنه يشير أولا إلى ما أشاعه أولئك الذين من هم من خارج، وبعد أن يدحض رأيهم ويوضح أنه غير سليم عندئذ يعود بهم إلى الرأي الحقيقي. وهذا ما حدث ما أيضا، لأنه حينما قال التلاميذ: البعض يقول إنك يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون أن نبيا من القدماء قد قام، فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ آه كم هي مملوءة نعمة تلك الأنتم. فهو يفصلهم عن كل الآخرين لكي يتحاشوا آراءهم، لكي لا يفكروا عنه فكرة غير جديرة به، ولا يضمروا أفكارا مشوشة متذبذبة، أو يتخيلوا أن يوحنا المعمدان أو أحد الأنبياء قد قام. لذلك يقول: وأنتم الذين تم اختياركم، وأنتم الذين بقرار قد دعيتم إلى الرسولية، أنتم شهود معجزاتي، من تقولون إني أنا؟ هنا قديس كرولوس بيقول ربنا يسوع بحكمة شديدة سأل السؤال للتلاميذ بشكل غير مباشر،
قال لهم الناس بتقول عليا ايه عشان يسمع منهم، مش لانه ما يعرفش، لا طبعا هو يعرف كل الامور، ولكن عشان خاطر يسمع جواب التلاميذ ويخليهم من خلال لما يقولوا يبتدي يدحض كل الآراء أو يفندها ويرد عليها. وبعد ما سألهم قال لهم وأنتم، وهنا القديس كيرلس بيقول كم هي مملوءة معنى تلك الأنتم، وكأن السؤال هنا قال لهم وأنتم بقى شهودي، أنتم تلاميذي، أنتم اللي أنا اخترتكم، أنتم اللي أنا دعيتكم للرسولية، بتقولوا عليا إيه؟ بالطريقة دي ربنا يسوع حاول يخلي التلاميذ ما يحطوش آرائهم مع آراء الآخرين، بل ربنا يسوع فكرهم بدعوتهم عشان تبقى آرائهم مختلفة وتبقى على أساس حقيقي. قديس كورولوس بيكمل يقول أولا انطلق بطرس أيضا قبل الباقين وجعل نفسه الناطق بلسان الجماعة كلها وسكب تعبير المحبة لله ونطق باعتراف صحيح وبلا عيب للإيمان قائلا مسيح الله. التلميذ هنا معصوم وهو شارح للسر بذكاء وشمول، لأنه لم يقل مجرد إن يسوع هو مسيح، بل بالحري مسيح الله، لأنه يوجد كثيرون قد لقبوا بلقب مسيح بسبب إنهم قد مسحوا من الله بطرق متنوعة، لأن البعض قد مسحوا ملوكا والبعض أنبياء، بينما آخرون قد نالوا الخلاص من ذلك المسيح الذي هو مخلص الجميع، بل نحن أنفسنا نحصل على لقب المسيح لأننا قد مسحنا بالروح القدس، لأنه مكتوب في كلمات المرتل عن أولئك القدماء أي قبل مجيء المسيح لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. أما كلمات حبقوك فتشير إلينا خرجت لخلاص شعبك لتخلص مسحائك، لذلك فالمسحاء كثيرون وقد دعوا هكذا من حقيقة إنهم قد مسحوا. أما الذي هو مسيح الله الآب فهو واحد وواحد فقط، ليس كأننا نحن حقا مسحاء ولسنا مسحاء الله، بل ننتمي إلى شخص آخر، ولكن بسبب إنه هو وحده له ذلك الذي في السماء أبا له. لذلك حيث أن بطرس الحكيم جدا باعترافه بالإيمان بصواب وبدون خطأ قال مسيح الله، فواضح بتمييزه إياه عن أولئك الذين يطلق عليهم اللقب عموما فإنه ينسبه إلى الله باعتباره مسيحه الوحيد، لأنه رغم كونه بالطبيعة الله وأشرك بطريقة لا ينطق بها من الله الآب ككلمته الوحيد، إلا أنه صار جسدا بحسب الكتاب. لذلك فبطرس المبارك اعترف بالإيمان به، وكما قلت سابقا عبر بكلماته عن كل جماعة الرسل القديسين، وقام بدور الناطق بلسانهم جميعا باعتباره أكثر دقة من الباقي. الحقيقة قديس كيرلس هنا بيأكد على إن ربنا يسوع هو مسيح واحد، وهو مسيح واحد مش معناه إن مفيش مسحاء كثيرين، لا ده قال إحنا كمان ممكن نأخذ لقب المسيح لأننا مسحنا بالروح القدس. ولكن هنا لقب مسيح الله هو القديس بطرس نسبه لله عشان يقول إن هو الابن الوحيد لله والممسوح من الله الآب كابن وحيد بالطبيعة من أجل أن يتمم خلاص البشرية وينقذ كل الذين تسلط عليهم إبليس. كمل ويقول وينبغي أن نلاحظ هذا أيضا، إنه في رواية متى نجد التلميذ المبارك قال أنت هو المسيح ابن الله الحي، ولكن الحكيم لوقا إذ يلخص المعنى فهو يتفق معه في الأفكار ولكنه يستعمل كلمات أقل ويخبرنا إنه قال مسيح الله. وبالإضافة إلى ذلك فلا يوجد ذكر هنا لما قاله له المخلص، أما في متى أيضا فإننا نجد إنه قال بوضوح طوبى لك يا سمعان ابن يونا لأن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. لذلك فالتلميذ تعلم حقا من الله وهو لم يجيء لنا بهذا الاعتراف بالإيمان من مجرد أفكاره الخاصة، بل بسبب أن النور الإلهي أشرق على ذهنه
وقاده الآب إلى معرفة صحيحة لسر المسيح. لذلك فماذا يقول أولئك المبتدعون المخطئون عن هذا؟ أولئك الذين يحرفون بلا لياقة السر العظيم والموقر جدا، سر تجسد الابن الوحيد، ويسقطون من الطريق المستقيم سائرين في سبيل الإعوجاج، ويسقطون في الطريق المستقيم سائرين في سبيل الإعوجاج. لأن بطرس الحكيم اعترف بمسيح واحد، بينما هم يقسمون ذلك الواحد إلى اثنين مضادين لتعاليم الحق، وهو يجيب ويقول: ولكن التلميذ اعترف بمسيح واحد. وهكذا نحن أيضا نؤكد أنه يوجد مسيح واحد ونعني به الابن، أي الكلمة الذي من الآب. وبماذا نجيب عن هذا أيضا؟ نقول: ليس واضحا لكل واحد أن المسيح لا يسأل الرسل عن ماذا يقول الناس عن كلمة الله إنه هو، بل من هو ابن الإنسان، وإنه هو الذي اعترف به بطرس إنه مسيح الله. دعهم أيضا يشرحون هذا لنا، كيف يكون اعتراف بطرس جديرا بالإعجاب إن كان لا يحتوي على أي شيء عميق وخفي، وكما لو كان غير ظاهر لعامة الناس؟ لأن ما الذي أعلنه له الله الآب بالحقيقة؟ هل أعلن له أن الابن الإنسان هو إنسان؟ هل هذا هو السر المعلن من الله؟ هل لأجل هذا صار موضع إعجاب ويحسب أهلا لمثل هذه الكرامات الفائقة؟ لأنه هكذا خاطبه الرب: طوبى لك يا سمعان ابن يونا. الفقرة دي في الحقيقة في منتهى الأهمية، قديس كرولوس فيها بيأكد على فكرة إن المسيح واحد، وقال إن لازم نلاحظ إن في رواية القديس متى قال: أنت هو المسيح ابن الله الحي، وما أضافش المديح بتاع ربنا يسوع اللي قاله: طوباك لك يا سمعان، اللي جه في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 16. بيقول القديس كرولوس إن القديس بطرس ما جابش الاعتراف ده من نفسه أو من مجرد أفكاره، بل ده إعلان من النور الإلهي، والآب هو اللي قاده إلى معرفة صحيحة لسر المسيح. وهنا نفهم مفهوم مهم قوي، ان عشان الانسان يفهم يعني ايه سر المسيح، طبعا هو سر تجسد، سر ان الله اتحد بالطبيعه البشريه، ده سر في حد ذاته احنا ما نقدرش ندركه بالعقل البشري. عشان كده القديس كرولوس بيسميه سر المسيح، وده تسميه بولس الرسول الحقيقه. فبيقول إن الآب هو اللي قاد بطرس الرسول إنه يعرف معرفة صحيحة لسر المسيح. وهنا ده معناه إن الإنسان محتاج يأخذ من الآب معرفة لكي يفهم سر تجسد الآب. وابتدي ينتقل إلى المبتدعين، وبيقول القديس كرولوس إن في مبتدعين، طبعا هو بيقصد على نسطور النسطرة، قالوا إن المسيح زي ما قلنا قبل كده هو شخصين: شخص الكلمة المتجسد وشخص الإنسان يسوع. طبعا الكلام ده كلام ترفض الكنيسة، الكنيسة بتقول إن هو شخص واحد لله الكلمة المتجسد، يعني شخص الكلمة المتجسد أخذ لنفسه جسد أو أخذ لنفسه طبيعة إنسانية كاملة، وكان هو الشخص في هذه الطبيعة، شخص الكلمة، وفي الشخصين هو شخص واحد. قديس كرولوس ابتدى يقول: تعالوا نشوف التلميذ لما اعترف بمسيح واحد، فيجي الهرطقة ويقول: واحنا كمان بنعترف بمسيح واحد هو الكلمة الذي من الآب. طيب طبعا هما بيقولوا بيغلطوا في الكلام، ليه؟ لأنه بيقولوا إن هو مسيح واحد اللي هو الذي من الكلمة الذي من الآب، لكن في كمان الإنسان يسوع. هنا في مغالطة في شخصين، الكنيسة ما بتقولش كده، الكنيسة بتعلم بشخص واحد هو المسيح المتجسد، ربنا يسوع المسيح الكلمة المتجسد، تمام؟ هيجوا يقولوا ايه؟ القديس كرولوس قال لهم: طب تعالوا اسألكم سؤال، هو ربنا يسوع لما سأل بطرس قال له عن ماذا يقول الناس من هو كلمة الله، ولا ماذا يقول الناس في ابن الإنسان؟ هو سألوا عن الله الكلمة، سأل التلاميذ ربنا يسوع عن الله الكلمة، ولا على الإنسان اللي واقف قدامهم، من يقول الناس في ابن الإنسان؟
قديس كيرلس بيقول لا، هو سألهم عن ابن الإنسان. طب وقد ورد القديس بطرس كان إيه؟ كان إنه مسيح الله. وهنا رد بطرس عجيب وعميق وخفي، لأن السر هنا هو سر المسيح، إن هذا الإنسان هو الله الكلمة الظاهر في الجسد، هو شخص واحد. عشان كده قديس بطرس استحق المديح لما ربنا قال له طوباك يا سمعان بن يون. بيكمل قديس كيرلس ويقول: ومع ذلك فالسبب الذي لأجله نال هذا التطويب هو سبب عادل تماما، وذلك لأنه آمن أن ذلك الذي رآه كواحد منا، أي على شبهنا، هو ابن الله الآب الكلمة، أي ذلك المولود من جوهرة والذي تجسد وصار إنسان. أرجو أن تروا هنا عمق الأفكار وأهمية الإقرار بالإيمان والسر العالي الخطير، لأن الذي كان هناك في شبه البشر وكجزء من الخليقة هو الله الذي يفوق كل المخلوقات ويتجاوزها، وهو الذي يسكن في المكان العالي الرفيع، نزل من مجده ليكون في فقر مثلنا، والذي هو كإله هو رب الكل وملك الكل، صار في شكل عبد وفي درجة عبد. هذا هو الإيمان الذي يكلله المخلص، وهو يمد يده اليمنى السخية للذين لهم هذا الفكر، لأنه حينما مدح بطرس وقال أنه تعلم من الله كمن حصل على إعلان من فوق من الله الآب، فإنه جعله أكثر يقينا وأكثر تثبتا بغزارة في الإيمان الذي قد اعترف به، وذلك بقوله: وأنا أقول لك أنت صخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، كلما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، كلما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. لاحظوا كيف يجعل نفسه رب السماوات ورب الأرض في نفس الوقت، لأنه يعد بأمور تفوق طبيعتنا وتعلو على قياس البشرية، نعم بل تعلو أيضا فوق قياس الرتبة الملائكية، وتلك الطبيعة وحدها هي التي يليق بها أن تعطى، والتي مجدها وسيادتها تتفوق على الكل، لأنه أولا يقول أن الكنيسة هي خاصة به، ومع ذلك فإن الكتب المقدسة تنسبها بالحرية بوضوح لله وحده، إذ تقول إنها كنيسة الله، إنها تقول أن المسيح أحضرها لنفسه بلا دنس ولا عيب، بل بالحرية مقدسة وبلا لوم. لذلك فلكونه الله يقول إنها له، وفضلا عن ذلك يعد أن يؤسسها ويعطيها أن تكون غير متزعزعة، إذ إنه هو نفسه رب القوات. هنا قديس كيرلس بيقول إن لما قديس بطرس اعترف الاعتراف ده، ولازم احنا نلاحظ ان هذا الاعتراف هو اعتراف قوي، ابتدى قديس كيرلس يحط في عبارات متقابلة ما بين الله الكلمة اللي تجسد، الله الكلمة اللي صار مثل عبد، الله الكلمة الذي افتقر، الرب العالي الذي صار مثلنا. دي كلها عبارات نفهم منها مفهوم الإخلاء اللي قديس كيرلس ربما ما ذكرش التعبير بحد ذاته، ولكن ذكر معناه. وطبعا الإخلاء ما بيبعدش أبدا، أو قديس كيرلس ما بيفصلهوش عن مفهوم خطة الخلاص أو تدبير الخلاص. وبيقول إن اللي يمسك في الاعتراف ده وإقرار الإيمان القوي ده يتثبت أكتر في الإيمان، عشان كده ربنا يسوع قال له: أنت صخرة، وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي أو أبني كنيستي. ولما قال أبني كنيستي كده، ربنا يسوع بينسب الكنيسة لنفسه، هي على خاصة به، على الرغم من أن الكتاب بينسب الكنيسة لله، وإن كانت الكنيسة لله وربنا يسوع نسب الكنيسة لنفسه، إذن فالمسيح يسوع ربنا هو الله في الحقيقة. وبعد ذلك يقول إنه يعطيه مفاتيح السماء. من هو ذلك الذي يفيض بالكلمات اللائقة بالله؟ هل هو ملاك؟ أو من أيت قوات عقلية، سواء كانت رئاسات أم عروش أم ربوبيات؟ أم أولئك السرافيم المقدسين ليس كذلك بالمرة،
بل كما قلت سابقا مثل هذه اللغة إنما تخص الله الضابط الكل وحده الذي له السيادة على الأرض وعلى السماء. إذن فليكف هؤلاء المبتدعين عن تقسيم الله الواحد، فيقولون أن كلمة الله الآب هو ابن الله، هو ابن واحد، وأن الذي من نسل داود هو ابن آخر، لأن بطرس ذكر مسيحا واحدا الذي هو الابن الوحيد الذي تجسد وصار إنسانا، ولأجل هذا الاعتراف حسب أهلا لهذه الكرامات غير العادية. هنا قديس كروس بيقول مين اللي بيقول كلمات لا تليق إلا بالله وحده؟ هو الله وحده قال له مفاتيح السماء والأرض. إذا كان ربنا بيعطي للتلاميذ مفاتيح السماء والأرض ربنا يسوع، إذن فهو الله بالحقيقة. وعشان كده قديس كرولوس بيقول الناس اللي المبدعين اللي هم الناسطوريين اللي بيحاولوا يقسموا المسيح الواحد إلى إنسانين أو إلى شخصين، آسف، إلى شخصين مش إنسانين، إلى شخص الكلمة وشخص الإنسان، بيقول إن هو كلمة الآب هو ابن واحد، وهو ده اللي بطرس اعترف بيه إن هو مسيح واحد، هو مش شخص من الله الكلمة، شخص من الله الآب، وشخص من نسل داود، لا هو شخص واحد اللي اعترف بيه بطرس الرسول، هو اللي تجسد من أجل خلاصنا. كمل القديس كرولوس يقول ومن جهة أخرى حينما اعترف التلميذ بإيمانه فإنه انتهرهم وأوصاهم ألا يقولوا ذلك لأي إنسان، إذ يقول لأن ابن الإنسان سوف يتألم كثيرا ويرفض ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. ومع ذلك كيف لا يكون واجبا على التلاميذ بالحري أن يبشروا في كل مكان، إذ إنه هذا هو العمل نفسه الذي كلف به أولئك الذين دعاهم إلى الرسولية، ولكن كما يقول الكتاب المقدس لكل شيء وقت، فقد كانت هناك أمور لم تتم بعد والتي ينبغي أن تكون ضمن محتويات كرازتهم به مثل الصليب والألام والموت بالجسد والقيامة من الأموات. تلك الآية العظيمة المجيدة حقا التي بها تتم الشهادة له إن عمانوئيل هو الله حقا وهو بالطبيعة ابن الله الآب، لأنه أبطل الموت تماما ولاشى الهلاك وأباد الجحيم وهزم طغيان العدو وأزال خطية العالم وفتح الأبواب التي فوق للساكنين على الأرض ووحد الأرض بالسماء. هذه الأشياء برهنت على أنه كما قلت هو الله بالحقيقة. لذلك أوصاهم الله أن يحفظوا السر بصمت ملائم إلى أن تصل خطة التدبير الكاملة إلى خاتمة مناسبة. هنا القديس كرولوس بيقول كل شيء تحت السماوات، ربنا يسوع قال لهم وأوصى التلاميذ إن هم ما يقولوش لحد إن هو المسيح ابن الله عشان تتم خطة الخلاص أو تدبير الخلاص الكامل. بنشوف برضو إن القديس كرولوس ذكر هذا المصطلح تدبير الخلاص، لأنه اتكلم كتير قوي عن مفهوم الإخلاء في العبارات المتقابلة اللي فاتت. فبيقول إن مهم كان ربنا يسوع يموت ويتألم ويصلب ويقوم من الأموات، اللي بيعتبرها قديس كرولوس آية عظيمة ومجيدة تدل على الشهادة إن ربنا يسوع عمانوئيل هو الله بالحقيقة وهو ابن الله بالطبيعة، لأنه حينما قام من بين الأموات أعطاهم وصية أن السر ينبغي أن يعلن لكل سكان الأرض واضعين أمام كل إنسان التبرير بالإيمان والقوة التي للمعمودية المقدسة، لأنه قال دفع لي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لأن المسيح معنا وهو فينا بالروح القدس ويسكن في نفوسنا جميعا الذي به ومعه لله الآب تسبيح والسيادة والكرامة مع الروح القدس إلى دهر الدهور آمين. ربنا يسوع وصى التلاميذ أنه لما يقوم الأموات لابد ليهم أن هم يروحوا ويحطوا السر ويعلنوه لكل إنسان من أجل أن يتبرر بالإيمان وينال القوة من خلال المعمودية، لأنه أعطاهم أن هم يعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس. ويقول عبارة مهمة أو يقول لأن المسيح معنا وهو فينا بالروح القدس، يعني الروح القدس دوره أنه هو يخلي المسيح حاضر في أعضائنا وأذهاننا
وأفعالنا وكل كياننا الإنساني، ويسكن في نفوسنا جميعا. وده بيدل على عمل الروح القدس فينا، إنه بيجعل المسيح يتجسد في كل إنسان مننا، ويجعل أفعال الإنسان تليق كابن لله. ربنا يدينا نعمة. ونختم عظة القديس كيرلس اللي أنارت عيوننا وقلوبنا، ونلتقي معاه في العظة الجاية، عظة 50، بعنوان اتباع المسيح. ولربنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين.